في التغطية سواء في التليفون. استاذنك اخد كريم احمد عشان نطمن كل الجماهير الاهلاويه عن بعثه الفريق. كريم احمد اهلا بيك. احتياطي مين يا كابتن ميدو؟ كابتن ميدو انا برحب بيك في البدايه وبرحب بكابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي كابتن محمد حفيظ، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. الاجواء هنا ان شاء الله كلها تبقى صداع في النادي الاهلي، فبالفعل وصل فريق النادي الاهلي الى استاد اديس ابابا قبل صداره المباراه كان عايزه بالساعه ونصف. اعلن التشكيل طبعا يا كابتن ميدو زي ما انت عارف، انا احتياطي كمان عايز اتكلم عليه معاك. قول لي ما فيش ومين اللي خرج يا كريم؟ تشكيل دوري التشكيل ثاني يا كابتن ميدو مع بعض. اوكي يلا. تشكيل لفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى شريف اكرامي، خط الظهر من اليمين للشمال كريم نجم، محمد هاني، فريق كولوبالي، ايمن اشرف، في المنتصف عمرو السوليه، هشام محمد، احمد حمودي، اسلام محارب، وناصر ماهر، ومروان محسن. تمام. خرج من القائمه البدلاء طبعا نتكلم عليهم، ميدو جابر، حسام عاشور، علي معلول، محمد شريف، وليد ازارو، احمد فتحي، الشناوي وعلي لطفي، دول اللي كانوا متواجدين. دول طبعا ثمان افراد طلع منهم حسام عاشور يتبقى الشناوي وعلي لطفي اثنين حراس مرمى على دكه البدلاء، بجانب احمد فتحي وازارو ومحمد شريف وعلي معلول وميدو جابر. بالفعل كان من المتاكد ان حسام عاشور يكون خارج القائمه وخارج التشكيل الاساسي نظرا لعدم تدريبه ودخوله في التدريبات الجماعيه ال 48 ساعه الماضيه. عنده كاد ما انت عارف يا كابتن ميدو في الانكل، الملعب سيء جدا بالنسبه لي، الكرامبات بالنسبه للانكل طبعا. يمكن ربنا ان شاء الله النهارده مع لعيبه النادي الاهلي والمباراه تخرج بدون اصابات على الملعب، الرطوبه يمكن عاليه جدا هنا كمان. نقص الاكسجين يا كابتن ميدو بناكد عليه اكثر من مره، يمكن من خلال الاحاديث بتاعتنا احنا سواء احنا كاعلاميين او مع الجمهور مش عارف تتنفس كويس. تحس بتجيلي تنفس بشكل كبير جدا النهارده ان شاء الله. في توفيق كبير كمان من الاكل طبعا، الشيف الثاني مع الدكتور هاني فكري المتخصص التغذيه، كان في بعض الاكلات كده تقدر تزود شويه نسبه الاكسجين. ايضا كمان بيحاولوا ان هم يهيئوا اللعيبه بشكل كبير جدا على هذا الامر، لكن الحمد لله يمكن لعيبه النادي الاهلي كلها على اتم الاستعداد. الاستاد زي ما قلنا بيرتفع 35,000 مشجع، لكن حتى هذه اللحظه نقدر نقول ان المدرج يا كابتن ميدو من 4 ل 5,000 مشجع لفريق نادي جيبا بطل اثيوبيا في انتظار في جماهير هتيجي. يمكن من الواضح كمان خارج الاستاد من خلال اسئلتنا طبعا للمسؤولين هنا في السفاره، لا في جماهير خارج الاستاد بيتواجدوا على استاد اديس ابابا للاسباب اللي قال المباراه، لكن باذن الله هو الجمهور مكتمل العدد في المدرج سواء عدم وجود الجمهور ان شاء الله. باذن الله النادي الاهلي عنده تحدي وعنده مهمه كبيره جدا، نعود ان شاء الله ونصعد في الدور ال 16 يا كابتن ميدو. انا معاك لو يعني الجو دلوقتي عندك عامل ايه يا كريم تحديدا؟ معلش السؤال ده انا كابتن جو الجو دلوقتي، الجو دلوقتي درجه الحراره في رطوبه في حر، يعني الجو دلوقتي الساعه دلوقتي 2 اعتقد عندك 3، الجو عندك عامل ايه؟ هي طبعا الساعه دلوقتي عندنا 3:05، لا في شمس يمكن قويه شويه، نسبه الاكسجين ضعيفه جدا يا كابتن ميدو، ده يمكن مفيش تنفس صعب جدا هنا، الملعب فوق شويه فوق الجبل ارتفاع كبير جدا، لكن الجو كجو ما فيهوش رياح ما فيهوش اي حاجه، الشمس مشمسه كبيره جدا طبعا في الاستاد، لكن بشكل عام الجو مهيئ بجانب الاكسجين، الجو مهيئ ان يبقى فيه اداء للتكتيك او اداء للجمل التكتيكيه. الملعب بس هو كابتن ميدو اللي هيبقى عليه عطر وهيبان طبعا خلال البث بتاع المباراه، ويمكن كمان لو بنقول هو الامر اللي هيعود في طريق النادي الاهلي وهيكون بشكل كبير هو موضوع الاكسجين، لكن الجو العام بشكل عام في الساعه 3 عصر هنا بتوقيت اثيوبيا، لان يبقى هو جو مقبول درجه الحراره من 21 ل 23، لا يعني الجو كعام اقول، لكن هو الامرين اللي انا اتكلمت فيهم دول يا كابتن ميدو بنتمنى ان شاء الله ما يعرفوش فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يبقى لينا فرحه باذن الله يا كابتن ميدو كالعاده عقب هذه المباراه. يا رب يا كريم. يعني احنا كنا بنتكلم مع ضيوفنا او نجوم الاستوديو التحليلي بنتكلم في طريقه لعب محمد يوسف، هل هي 4-2-3-1 كالمعتاد ولا هل هي 4-4-1-1؟ يعني من خلال التدريبات كنت شايف محمد يوسف بيفكر ازاي؟ والله يا كابتن يمكن من خلال التدريب الاول، التدريب الثاني كان في بعض الصحافه موجوده وبعض الناس كانت متواجده فكانت قاعدين شويه على التكتيك 4-2-3-1 هي اقرب طريقه لمباراه اليوم ده اللي احنا اكتشفناه من اول تدريب. اول تدريب كان بيحاول الكابتن يوسف يعمل بعض الجمل التكتيكيه، كمان كان بيقول للعيبه وبيوجههم الكروسات تبقى على العرض القريبه، هيتان ايضا كمان النهارده في بعض التعليمات ان الكروسات من الاطراف ما تبقاش على البعيده القريبه، يقطع وليد ازارو لو متواجد، مروان محسن، عدد النقلات في نص الملعب لابد يكون قليل، اللعب على الاطراف يكون اكثر، الاشتراك بالعمق هيبقى صعب جدا لان الملعب سيء جدا يا كابتن ميدو بالنسبه لمنتصف الملعب في مخططات كبيره جدا، لكن ان شاء الله هي 4-4-2 بكل مشتقاتها ان شاء الله باذن الله، التوليفه والتشكيله والتكتيك اللي اختاره الكابتن محمد يوسف النهارده ان شاء الله يكون في مصلحتنا يا كابتن ميدو. الزميل العزيز كريم احمد شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه كالعاده، شكرا جدا ليك يا كريم. كريم بيتكلم في نفس اللي